في فنانين يستوحون من وجع الناس ليبدعوا. اليوم فناننا من الناس وإلى الناس. تعتبر نفسك غامض؟ هذا هلا يمكن مرات تفاصيل الشخصية بتحس إنه لا إنه ما ضروري يعرفه. تعتبر حالك بفنك أنت وبطابعك هذا قريب من زياد الرحباني؟ مين كان مبين؟ عندك زياد ومارسيل. نعم. يمكن النكهة السخرية. صح. أوكي. هاي النكهة السخرية بحس أخذتها منه، وبحب اللي كيف بيكتب يعني أكثر ما قضية اللحن، بحسه من أهم حدا بيكتب لأن كلمته كتير طبيعية. كيف الوضع اليوم؟ طمني دخلك. أسرار، بيت الأسرار، وأنت عندك أسرار وايد ترى على فكرة. شهرة، بيت الشهرة. جميل. أهلين بطلال أمطار. قلتك المحبة بتعمل فنان؟ أنا ما سوقت إنه فني ملتزم. خلينا نقول هن فروخ لزياد الرحباني. أنت واحد منهم؟ طيب. شو اللي حاسه هلأ؟ أنا ما عارف شو بدي والله يا أخي. أنا بعمل هالأغاني وماشي بهالطريق. أنا زلمي سخري ناقد، يعني ابن سوق، وحسب السوق بتسوق. ما بدي سمع. شو خايف؟ منك، معناه أنت عم تنتقدني بكل شيء. شو قصدك لما تقلي اللحن كتير حلو؟ ايه انا انتبه اللحن كثير. انا عملت اللحن لانه اكثر من هيك ما بلزمني تقعد. اهلين طلال القنطار. لا لك، انا مش كثير مشيت عليها على فكره. طلال القنطار تفضل. انت مع الموسيقى الالكترونيه؟ ليلي وضحاها زورنا بالمنتوجات وبالصلاحي، لانه شايفين هالنوفوريش شو عملوا فيهم وكيف ضيقوهم وين وصلوا بالبلد. طب انت كطلال قنطار شو اضفت لنا للاغنيه؟ اتمنى لك دائما السجاده الحمراء والانتشار الاكثر. كلك ذوق. شرفني طلال قنطار.